يفكروني بالشباب، كنا احنا شباب. انا كنت نسكن في وهران، وكنت في الليسي، كنت نروح لاسبانيا، بس اسبانيا قريبه لينا، اليكونت وبرشلونه، كنت نروح ونجي في وقت لي فاكونس، نروح ونجو خطرتين في العام، وكنا نروح للطليان ونجو صديق، وما كنا دايرين كاع في رسالة نقعدوا في الخارج، وكملنا سوار، قلنا طيبين نكملوا قرايتنا ونخدموا في الجزائر، لان الاسبوار كان في ذاك الوقت كانت مفتوحه، ما كانتش ديكتاتوريه، كانت الديكتاتوريه، لكن الحاله الاجتماعيه كانت تخلي اننا قادرين نحققوا تطور ونتقدموا في معيشتنا الخاصه. هادو قبل هادو اللي ماتوا الله يرحمهم، كان نقبلهم السكولان 11 تاع السكولان اللي راحوا بور فيستيفيتي سبورتيف سكولير انترناسيونال في فرنسا، اللي 11 اللي هربوا من الايروبور، معناتها يا هذا الكلام تكلم فيه بزاف، احنا عايشين وكنقابيين الاجتماع مع المكتب، الحمد لله كاين الانترنت، الاجتماع لما يحكوا الحقائق واش كاين في الجزائر، لما يوصل ان ندير كريدي عند الفارماسيان، عند الفارماسيان ولا نديروا كريدي على الدواء، لان كاين دواء ما كانش وكاين دواء غالي تزيد تخلص بليس باسكو لاسيرونس ما ولاش تاخذوا ب 100% كان 50% 20% 30% كل واحد، ما كانش دونك ولاو يخلوا كريدي كيما عند البقال عند ليبيسري باش نتاع الماكله. الشباب الدنيا ما كانش اسبوار، ما كانش اسبوار اللي تخلي ان ليميغراسيون تحبس في الجزائر، امبوسيبل امبوسيبل. الجزائريين في الحراك برك وقت الحراك كان حبس الحرقه، لان كان تقول فيه اسبوار، وهذه الدوله تولي تختارها الشعب والحكومه يختارها الشعب، وصديق يوزعوا الاموال لاريشيرش على الشعب الجزائري، وقادرين نخرجوا قيمتنا للخارج ونرجعوا كما كنا بكري. دوك ما نجحنا في الديمقراطيه، ما نجحنا في الاقتصاد، ما نجحنا في الاجتماعيه، حتى في الحاله الاجتماعيه ما خلاتش للشباب، وما تكونش هذه لا دانيير فوا، باسكو حسب شحال من ماتوا في 2020، حسب شحال من ماتوا في 2021، حسب شحال من حرقوا في 2020 و2021 لما حبسوا الحراك، حتى في بوندون الكونفينمون واش زاد حرقوا. لكن ما رايك، ما تفسيرك للحرقه الان بالطائره عبر الحرقه، محاوله الحرقه عبر الطائره؟ في وقت انتخابات 2019 احنا كنا نديروا قاعات مع الاحزاب السياسيه، كنا رافضين هذه الانتخابات لان ما عندهاش لي كونديسيون، ما كانش كاين لي كونديسيون تاع الفوت، ما كانش نزاهه تاع الفوت، وعمرها ما كانت نزاهه. كل لي جولي لي جولي اللي طلعوا الا في جهه القبائل اللي كانت مفروضه على الجزائر، كانت فيه بعض الشفافيه في الانتخابات، اما كل جهات الجزائر كانت مترافيكيه من 62 حتى الان. طيب. راحوا غلقوا لنا المكتب تاعنا في الجزائر باش ما نديروش الحمله ضد الانتخابات. صديق تكلم مع السيد هذا راه عايش في الجزائر ولا وين عايش؟ صديق لما دخل ناس نقابيين او غير نقابيين دخلوا السجن، اساتذه من الجامعه في العداله في دخلوا السجن لانهم تكلموا، لانهم قالوا الحقيقه، وتقول لي باللي فيه عمل في مجلس وزراء وفي مجلس في مجلس وزراء دار قانون، لان كل احتجاج كل احتجاج معناتها النظام ويدخل عليه السجن. شوف شحال من واحد راه متابع لانه قام باحتجاج.